السلام عليكم. إلى قادة الرياضة، ماذا تفعلون؟ تأجيل، تعطيل، تبديل، قراركم يحتاج إلى التحليل. كيف لكم أن تقرروا مصير دوري كرة القدم بجرة قلم دون الرجوع لأهل الاستشارة والعلم؟ فيروس كورونا يحارب بسد الحدود لا بوقف النشاط الرياضي المعهود. وأخيرا نقول، تأجيل الدوري إلى إشعار آخر كذبة كبيرة يراد منها إيقافه بشكل نهائي، والأيام القادمة ستكشف المستور بحرف الجر أو المجرور. يا أصحاب المعالي، لسان الجماهير هو لسان حالي، فوضحوا لنا في هذه الأمسية ماذا تريدون، وللحديث بقية. طار من الصعوبة إقامة هذه البطولة. ما أعرف أغير. أحكي لك إياها بصراحة، لعبنا لو ما لعبنا. يعني هو الدوري هو عصب المنتخب الوطني. إنه الدوري يكمل ويقام، والعباس الفاضل ما يكمل. في وثيقة صادرة من الأمر الديواني وموقعة من وزير الصحة، كما تشاهدون مشاهدين الأكارم في هذه اللقطات بها الكثير من النقاط. بيان صادر عن لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 إلى أبناء شعبنا العراقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها نقاط عديدة، أتحدث عن النقطة الثانية الملونة باللون الأصفر، الاستمرار أما بإيقاف الدوري أو الفعاليات الرياضية وإقامتها دون حضور الجمهور. فهذه النقطة مهمة جداً، تكذب قادة الرياضة، وبالتالي كيف لهم أن يوقفوا الدوري بهذا الكتاب الصادر من لجنة الأمر الديواني؟ لنتابع الفيسبوك مشاهدين الأكارم شنو اللي إجابي. الزميل زيد السراج: هل درس السيد وزير الشباب والرياضة قرار إيقاف الدوري من كل الجوانب المادية الفنية النفسية؟ فالدوري يقام من دون جمهور والمنافسة تتصاعد ما بين الفرق، أم هو قرار ارتجالي جاء من دون استشارة كاملة لأصحاب الاختصاص والاتحاد ورؤساء الأندية؟ الرسالة الأخرى: زيد الزيدي: مرة جديدة يتم تجاهل الأندية وعدم احترام إداراتها من قبل المتصدين للمسؤولين، وهذه المرة من خلال تأجيل الدوري بشكل غريب وغير مدروس. إنجلترا نسبة الإصابات فيها أكثر من العراق، والمباريات تقام بحضور الجمهور. الرسالة الأخرى: علي نوري: قرار تأجيل الدوري صائب، الوضع استثنائي في البلد بسبب تزايد كورونا، ومن المصلحة العامة أن يتم التأجيل، وما يثير المخاوف وأن هذا التأجيل قد يتطور وربما يصل إلى إلغاء الدوري، وهذا ما سيشكل ضرراً كبيراً على الأندية وعلى الكرة العراقية. الرسالة الأخيرة: غيث جمال: قرار التأجيل الذي صدر اليوم سيمهد لقرار إلغاء مسابقة الدوري لهذا الموسم، العذر كورونا، بس الواقع يقول فلوس ما عدهم، طب عرب ما يفيدنا.